الاستاذ مصطفى عبد الله مدير مكتب الاهرام في فيينا واتحاد الاذاعه والتلفزيون، واقدم من وجد وعاش وعمل وكتب وراسل من فيينا. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. مبدئيا قول لي اهميه هذه الزياره من وجهه النظر السياسيه. أهمية هذه الزيارة بتكمن في أن الزيارة دي بتعتبر الزيارة الأولى منذ 11 عاما للنمسا، وفي نفس الوقت هي الزيارة الأولى لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا. وبأهمية الزيارة دي كمان بتكمن في اللقاءات العديدة اللي التقى بيها مستشار النمسا مع سيادة الرئيس. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، التقى سيادة المستشار زار القاهرة، زار سيادة الرئيس في القاهرة من حوالي 3 شهور واجتمع معاه اللي هو المستشار سيباستيان كورتس، وبعدين التقى معاه مرة تانية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعدين التقى معاه لقاء ثالث في ألمانيا أثناء زيارة السيد الرئيس لألمانيا. ودلوقتي بتأتي هذه الزيارة لتوطيد العلاقة النمساوية المصرية النمساوية، ولا تنسى أن هناك علاقات وطيدة بين مصر والنمسا منذ أمد طويل، سواء ثقافية سواء تجارية سواء سياسية على مختلف الأصعدة. فالزيارة دي بتشكل أهمية خاصة، خصوصا أن النمسا قررت أنها تعمل منتدى أفريقيا أوروبا في فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي اللي بتنتهي في ديسمبر، ودي طبعا كانت لفتة يعني ذكية جدا من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أنه يجمع عدد من رؤساء الدول الأفريقية ورؤساء من عدد الدول الأوروبية. حتى كم واحد تقريبا يعني؟ في حوالي 50 دولة مشاركة في هذا بين إفريقية وأوروبية. وفي لا يقل عن أكثر من 35 رئيس دولة ورئيس وزراء من الدول الأفريقية والدول الأوروبية. وطبعا سيادة الرئيس في هذه الزيارة هيكون له عدة لقاءات ثنائية مع الرئيس النمساوي فاندر بلين.